انت شو عم تعمل هون؟ محمود ضربني ولازم ينضرب. عن جد؟ مو بدك تعلمني القتال؟ بدك تضربه لمحمود؟ شلون عضلاتك؟ قوايا ولا لا؟ قوايا. تحرك قوم علمني. يلا لك انت على علمك. اسمعني منيح، ضم ايديك مشان تضربه. ايه برافو أضربه؟ عليك. يلا هلا بلش اضرب الكيس بقوة. ايه قوى. يلا عشت يا بطل. ايه اضرب كمان. ليك هذا مانو كيس ملاكمة، هذا محمود، اتفقنا؟ ايه برافو عليك. خلص هلكتو حاجي. والله منيح اللي مانو محمود عن جد، وإلا كان راح، كنت موتته من القتل. يلا لشوف اليوم حاجتك هيك. بس بدي. لا ما في بس جواد، يا دوبنا نلحق. تمام؟ يلا روح جهز حالك. المصاري مو موجودة، هي مشكلة مو سهلة بنو. لسبعي بلال من عمك اللي بيحبك.